السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مواقع متخصصة في الشغل المعماري، ان انت مثلا تديله مكان معين فهو يبدأ ان هو يغير الفرنتشر او الاساس اللي موجود في قلب الغرفة. ممكن برضو تديله سكتش هو يحولك لصورة، ممكن تديله لاندسكيب وتقول له عدلي، ممكن تقول له مثلا انا عندي الصورة وعايز الغي جزء معين فيبدأ ان هو يلغيها، ممكن تكتب له تكست هو يبدأ ان هو يحول لك الصورة اللي انت عايزها. اول موقع معانا هو موقع اسمه mnml.ai. طبعا كل الموقع اللي احنا بنتكلم عليها دي معتمد على الذكاء الاصطناعي. الموقع ده يعتبر افضل واحد فيهم، رقم واحد، وان شاء الله يعجبكم. احنا شرحناه قبل كده، هو فكرته بسيطة. كل العيب اللي انت بتدي له صورة معينة وتقول له طب غير لي في الديكور، اختار لي حاجة معينة. خلينا نقول له مثلا انتريور اي اي، تبدأ ترفع الصورة. طبعا لازم يكون عندك داخل بحساب وبيديك ان انت تجرب الموقع. بعد كده تقول له مثلا الغرفة دي انا عايزها تبقى ورك شوب، عايزها تبقى ستادي روم، عايزها تبقى جيمنج روم، الستايل بقى اللي انت بتختاره. طب انت عايز الريندر عالي ولا الديزاين يركز عليه، الستايل انت عايز انهي ستايل من دول، ويبدأ ان هو يعمل لك الصورة. شرحنا الموقع ده قبل كده تقريبا، كل موقع شرحناها بس قلنا نعمل فيديو مجمع عليهم كلهم. ده موقع وفي نفس الوقت ابلكيشن موجود على الايفون وعلى الايباد، بتتصور المكان او ممكن لو الصورة موجودة عندك على الموبايل تديله الصورة وهو يبدأ يعمل لها اعادة تصميم بالشكل دوت. يعني تديله حاجة بالشكل دوت هو بيقول لك والله انت ممكن تشتغل عليها تظهر معاك بالشكل دوت. ممكن تديله مكان زي دوت هو يبدأ يقترح عليك تصاميم معينة، تديله حاجة فاضية كده وهو يبدأ ان هو يفرشها. تمام، اكيد مش هتديله حاجة مفروشة وهو هيخليك فاضي يعني. تمام، يعني انت ممكن تجيب حرامية يسأل يغيروا لك المكان. تمام، ده الموقع دوت برضو هو على الابس تقدر ان انت تجربه. طيب تعالى نخش على موقع بقى اسمه decorai.xyz. بتقول له انا عندي سكتش معين، هو السكتش ده يبدا يعمل لك ليه ريندر. تمام، ممكن تدي له صوره وتقول له ابدا افرشها لي فيبدا ان هو يفرشها لك بالشكل دوت. ممكن تكون صوره مفروشه وهو يعدل لك الفرش ويعدل لك الخلفيه والحاجات دي كلها. بيحافظ كل موقع دي بتحافظ على الحوايط والابواب والشبابيك، وتبدا تعدل اي حاجه تانية. هو بيبدا يعمل زي سيلكت للاجزاء اللي هي ممكن تتنقل، ويبدأ ان يعمل لها ريبليس، يعني الترابيزه دي جاب لها ترابيزه تانية، الكنبه دي جاب كنبه تانية، وهكذا. دي الفكره منهم كلهم. هسيب لكم رابط بعض الفيديوهات اللي احنا شرحنا فيها المواقع ديت. طيب ده موقع اسمه انتيرور اي اي، بتقول له انا عندي فكره معينه، تبدا تدي له صوره ويبدا تقول له الليفنج روم والمبنى بتاعها كذا، ويبدا ان هو يعدل عليها. تمام، دي كلها صور اتعملت من خلال الموقع دوت او من خلال الذكاء الاصطناعي. ده موقع اسمه zmo.ai، في حاجات كتيره جدا غير الانتريور، لكن ممكن نبدا بفكره الانتريور برضه، فكره جميله وبسيطه. تبدا تكتب له بقى وصف الحاجه اللي انت عايزها. فاكرين فكره ميد جورني؟ هي نفس الفكره، تبدا تكتب اللي انت عايزه، ارفع الصورة اللي انت عايزها واكتب بقى ايه التصميم اللي انت عايزه ان هو يبدأ يعمله لك. ممكن تقول له انا عايز 8 تصميمات معينة فيبدأ ان هو يقترح عليك التصميم ديت. اخترنا الصورة اهوت وقلنا له اوبن الروم تايب، انا عايزها تبقى حمام مثلا او اوفيس. الديزاين تايب، تبدأ تختار الديزاين اللي انت عايزه، كام صورة انت عايزهم، وليكن مثلا 4 صور. طيب خليهم صورتين عشان ما فيش الاوتبوت ريزوليوشن، ونقول له كريت. نبدأ بقى هو ياخد الصورة دي ويبدأ بدل الفرش ده يبدأ يظبط لنا حاجة مناسبة اللي هتبقى اوفيس. وممكن ان انت تديله ممكن تكست انبوت او ايمج انبوت او باك جراوند او سواء بالسينك او روم ديزاين زي ما انت عايز. الموقع دوت لو دخلنا على الموقع الاصلي هتلاقي ان هو فيه كذا حاجة تانية، زي باك جراوند ريموف، زي تكست تو ايمج، زي ريموفر، زي ان انت تقدر تبرمج تربطه بالبرنامج او الموقع بتاعك في API. طيب تعالى ندخل على الموقع اللي بعد كده، AI روم بلانر.
ده بيعملك بقى التصميم الداخلي، كل عليك ان انت تديله بس صورة وهو يبدأ ان هو يعمل لها تصميم بالشكل دوت. دي مثال مثلا على living room kitchen bedroom. طيب الموقع ده او تطبيق، هو يعني انا بحب ان انا اسويه على الموبايل، هوم ستايل، تقدر برضو تعمل تعديلات جميلة جدا عليه وتحلم زي ما انت عايز. سهل جدا ان انت تقدر تعمل البيت اللي انت عايزه بسهولة، شرحناه اكتر من مرة في فيلم اريبيا. تمام، مجرد ان انت تعمل سيليكت لأي حاجة تقدر ان انت تعدل فيها، وبسهولة جدا تلاقي بيت الاحلام بتاعك موجود، وتقدر تضيف الديكوريشن اللي انت عايزه زي ما انت عايزه بسهولة جدا. طيب تعال ندخل بقى على الموقع اللي بعد كده، او بلادر 5D، نفس الفكرة برضو والسهولة في الاداء، تقدر ان انت تختار التصميم اللي انت عايزه، وبسهولة جدا تختار الماتيريال لحد ما تعمل التصميمات بتاعك بالشكل دوت. وممكن تحمله على الجوجل على الاندرويد او الايفون زي ما انت عايز. والميزة الحركة دي جميلة جدا فيه، وبرضه تقدر ان انت تعرض خدماتك وتكسب منه فلوس، او تخلي حد ديزاينر يبقى موجود معاك يعمل لك التصميم بتاعك. تقدر تعمل تصميم او تعمل حاجة بروفيشنال، او تقدر تعمل تصميم سريع جدا كأنك انت المالك مثلا، فمش مطلوب منك ان انت تدخل في تفاصيل. سهل جدا زي فكرة الهوم ستايل وفكرة البلانر. تمام، بيقول لك الكود والايج والميل، تقدر عملت حساب تقدر بقى تعمل التصميمات، في تصميمات كتير جاهزة وتقدر تعدل عليها بسهولة جدا، او تقدر ان انت تعمل تصميم من الاول خالص. طيب تعالى نشوف بقى الموقع اللي هو ديكور اي اي، ده ابلكيشن برضو بيساعدك في موضوع التصميم، في منه ايفون واندرويد. انت بقى تبدأ تجرب البرامج دي لحد ما تشوف افضل واحد فيهم بالنسبة لك، ويكون يعني يكون رخيص او سعر او مجاني يعني. يور ديزاين، وتبدا بقى تقول له طب عدل لي في التصميمات، فهو يبدا يشتغل بالذكاء الصناعي يعمل لك التعديلات. الموقع ده برضو كنا لسه شارحينه، ترفع الصوره ويبدا يعمل لك التصميم بتاعها. خلينا نشوف التصميم اللي طلع لنا، يعني اديت الصوره الصغيره ديت، وهو تعال نشوف الداونلود عمل لي الصوره دي، حولها لي الاوفيس. انا قلت له حولها لي الاوفيس وما تحطليش فيها حاجات كتير. تمام، اري روم، بتبدا تديله برضه تصميم ويبدا يعمل لك تصميمات بالشكل دوت. تمام، تقدر تختار اي ستايل انت عايزه. طيب في برضه ده موقع، بس هو للاسف هو بيشتغل على الايفون والايباد، ما بيشتغلش على الاندرويد، هو فرنساوي. تمام، فبتديله صوره وهو يبدا يعمل لك اعاده ديزاين ليها. طيب كو هوم، ده برضو الموقع اللي تقدر تعمل بيها تصميمات حلوة جدا، وتقدر ان انت تبيعها ويعمل لك الرندر في وقت قصير جدا، وقت قليل جدا، وسهل جدا جدا في الاستخدام. وميزة الحركة اللي هي بتظهر دي جميلة جدا، بتعجبني الصراحة. وتقدر تعمل لها رندر، يعني الشغل كله ممكن ما ياخدش منك 10 دقايق عشان تعمل حاجة قوية جدا. تمام، دي بعض التصميمات اللي احنا كنا اشتغلنا عليها. ممكن تقول له انا عايز ابدا مشروع جديد، سواء بقى عندك اوتوكاد يبدا يشتغل عليها، سواء عندك صوره يبدا يشتغل عليها، عندك ديزاين من اي مكان يبدا ان هو يشتغل عليها، عايز تبدا من الصفر تقدر تبدا من الصفر، ومش هياخد منك حاجه خالص في التصميم، يعني سريع جدا في التصميم. زي ما انت شايف تقدر تقول له امبورت كاد، تقدر تقول له امبورت ايمج، تقدر ترسم انت بنفسك، تقدر تختار تصميمات جاهزة، تمبليت جاهزة، تقدر تقول انا عايز درو. دي طبعا انت بتبدأ من سكراتش، تلاقي الموضوع سهل جدا، يعني تقول له روم وتبدأ تدي له حدود الحاجة اهو،
وبتلاقي كل الحاجات جاهزة، مجرد ان انت تسحب وتحط يبدأ ان هو يحط لك الشغل بتاعك بالشكل ده. فهتلاقي الموضوع دراج اند دروب، وفي اي لحظة تقول له انا عايز اشوف الحاجات دي في 3D، عايز اشوف، تقدر تعدل طبعا كل حاجة، عايز اشوفها ريندر زي ما انت عايز. يعني عايز اشوفها في 3D، هتقول له وريني الحاجات اللي احنا عملناها دي في 3D، وتقدر بقى تختار اي حاجة انت عايزها دراج اند دروب، تبدأ تحط الشغل بتاعك زي ما انت عايز. تقدر بس كده ايه تحدد اي ستايل وتبدأ تسحب، يبدأ ان هو يحطه لك بشكل سلس. تقدر تعمل اديت للوول زي ما انت عايز. وتقدر ان انت تخفي وتظهر اللي انت عايزه بالشكل دوت. دي الماتيريال، تقدر تختار ماتيريال، تقدر تختار زي اي حاجة انت عايزها تدرجها في قلب المشروع بتاعك. دي افضل موقع انا شفتها الصراحة، ممكن تفيد في التصميم. اتمنى تعمل لايك وشير مع الاصدقاء ان شاء الله.